مساء الخير. كما تعلمون أن وسيط التأمين بالمغرب بعد تطبيق الحجر الصحي انخرط بكل مسؤولية وبكل مواطنة في تطبيق توصيات ومخرجات لجنة اليقظة الاقتصادية، وذلك عبر ضمان استمرارية النشاط، أي أن وسيط التأمين بقى حال المكتب ديالو والوكالة ديالو خدمة للمستهلك المغربي من خلال تدبير ملفات التعويض، في غياب تقريبا واحد الانخفاض قوي لرقم المعاملات ولا المردودية اللي وصل حتى ل 70 حتى ل 80%. يعني الوسيط التأمين خلال هذه الفترة عانى الأمرين، إشكالية انخفاض رقم المعاملات والمردودية، وكذلك للمخاطر المرتبطة بهذه الجائحة، غير أننا كباقي الفاعلين الاقتصاديين انخرطنا بكل مسؤولية، لأن هذه بلادنا، وهذا وطننا، يجب على الكل أن يسهم من أجل أننا نخرج بهذه الجائحة بأقل الخسائر. فيما يتعلق بقرار الشركات تخفيض نسبة 30% على أقساط التأمين خلال هذه المدة ديال الحجر، هذا نحن هذا يعني الرأي ديالنا كاتحاد عام للمقاولات والمغرب، نقول هذا التخفيض هو مهم شريطة أن ما يكونش عنده واحد التأثير سلبي على وسيط التأمين. بمعنى آخر، أن شركات التأمين عندهم من التقنيات وعندهم حتى الإطار القانوني لكي يعطيو للمستهلك، ما غاديش نقولوا تخفيض ولكن كنقولوا مساهمة في الأرباح، لأن القاعدة ديال التأمين القاعدة التقنية ديال التأمين أنه ملي تيكونوا أرباح كثار خاص شركة التأمين يجب أن تشرك المؤمن له في هذه النسبة. إذا كان هذا التخفيض ديال 30% غيتاخذ الصفة ديال المساهمة في الأرباح، ما غيكونش عنده تأثير على العمولة، وهذا ما نطالب به، لأنه كما قلت أن وسيط التأمين خلال هذه الفترة عاش واحد 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 الشهرين اللي صعيبة خصوصا على المستوى المادي. إذا ما يمكنش هذا القرار اللي هو إيجابي ولكن ما خصوش يكون عنده تأثير سلبي على وسيط التأمين، لأن وسيط التأمين خلال هذه الفترة راه ضحى بمجموعة من الحوايج. إذا كنطالبوا شركات التأمين أنهم هذاك التخفيض أو هذيك النسبة ديال الأرباح اللي غادي تعطى للمستهلك ما غتكون عندها حتى علاقة بنسبة العمولة ديال الوسيط، يعني أن نسبة العمولة ديال الوسيط يجب أن تكون قارة ولا يجب أن تأثر بهذا 30% ديال التخفيض. في حين أن من عندنا نقولوا 30% ديال التخفيض لمدة ديال شهرين، فهو يوازي 5% ديال التخفيض على قسط التأمين السنوي، على قسط التأمين ديال السنوي، لأنه هو 30% القسط التأمين لمدة شهرين اللي كنديروا بعملية حسابية، هي نسبة ديال 5% على 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 قيمة ديال التأمين السنوي، وهذه العملية غادي تبدأ ابتداء من فاتح يونيو 2020 إلى غاية 31 ماي 2021. إذا كما قلت، فإن وسيط التأمين خلال هذه الفترة عانى الشيء الكثير ولم يستفيد كذلك من الدعم المقرر لجميع الفاعلين الاقتصاديين، مع العلم أن وسيط التأمين هو منذ البداية يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية مرتبطة بالعمولة ومرتبطة بالظلم الضريبي ومرتبطة بمجموعة من المواضيع اللي ما يحينش الوقت باش نتكلفوا فيها. إذا ختاما لسؤالكم في هذا الشق، نعم للتخفيض ديال 5% سنويا أو 30%، ولكن كنرفضوا رفضا باتا أن هذا التخفيض يكون عنده تأثير على العمولة ديالنا، لأن بالعكس خاص يجب التفكير في آليات أخرى من أجل تعويض وسيط التأمين خلال هذه المدة ديال الحجر الصحي. للإجابة على هذا السؤال، نعم كاين مشروع تأسيس نقابة مغربية لوسطاء التأمينات، وهذه الفكرة ليست والدة اليوم، هذه تقريبا مدة ديال سنة، والفكرة يعني تناقش بين الفاعلين في هذا القطاع. كاين مجموعة من الزميلات والزملاء اللي هذه الفكرة بدات على مستوى الإجراءات، على مستوى تحديد الإطار اللي غادي نشتغلوا فيه إن شاء الله، والأيام القريبة أو الشهور القريبة إن شاء الله سوف نعلن عن ميلاد هذا الإطار النقابي، لأنه كما تعلمون أن الدستور المغربي يكفل الحق التعددية،
ويكفل كذلك الحق في الانتماء، ان وسيط التامين له الاختيار، له الاختيار ان في اي قطاع يمكن له يمشي ليه، شريطة ان هذه القطاعات كلها ما يمكن لها تكون الا خدمة لهذا الميناء، وكل وسيط له الحرية في الانتماء. هذا مسألة هذه مكفولة دستوريا وقانونيا وعرفيا. إذا كما قلت إن شاء الله سوف نعلن عما قريب، يعني عما قريب يعني قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله، عن ميلاد هذا الإطار النقابي اللي غادي يمثل، غادي يكون الناس من الإطارات التي سوف تمثل قطاع الوساطة بالمغرب إن شاء الله. وشكرا.